الكشف عن تحالف جديد لقوى شمالية ضد الانتقالي بقيادة العليمي وطارق صالح. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشفت مصادر سياسية عن تحالفات سياسية جديدة لمواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي والقضية الجنوبية، ويقود التحالف الجديد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والعميد طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية. يأتي ذلك عقب اجتماع عقده العليمي في السعودية مع قادة الوحدات الأمنية والعسكرية الموالية للإصلاح في محافظة شبوة الأربعاء، والذين فروا عقب طردهم من قبل القوات الجنوبية من مدينة عتق عاصمة المحافظة، وأبرزهم عبد رب العكب قائد قوات الأمن الخاصة، وجحد الحنش قائد لواء 12 ميكا، ومهدي مشفر قائد لواء 2 مشاد جبلي. ويأتي الاجتماع عقب أنباء تسلم تلك القيادات المعادية للقوات الجنوبية لمجاميع من قوات ما يسمى بدرع الوطن بقرار من الرئيس العليمي، الذي أنشأ تلك القوات في وقت سابق بقرار جمهوري وتخضع للعليمي مباشرة. والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي الأربعاء في الرياض بعدد من قيادات الوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة، وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الأمني والعسكري في محافظة شبوة، وأهمية توحيد وتنسيق الوضع الأمني والعسكري في المحافظة كاستجابة ضرورية للتحديات وللمعركة مع الحوثي حسب وكالة الأنباء الرسمية.